طيب انا معايا دلوقتي الاستاذ شعبان يوسف، ناقد المعروف. استاذ شعبان، مساء الخير. النور يا فندم. مش عارف حضرتك استمعت الى مكالمه الاستاذ عزت العلايلي ولا لا؟ ايوه طبعا طبعا. هل انت مع نفس الراي ولا ليك راي اخر؟ لا طبعا، انا يعني تقريبا مع نفس راي الاستاذ عزت العلايلي، وان كنت شايف ان مش من حق اي وزير يشيل ويحط بمزاجه. يعني اولا واقعه الدكتور احمد مجاهد سبقتها اكثر من واقعه، لان المساله ليست شخصيه، يعني ليست مقصود بها احمد مجاهد او مقصود بها محمد عفيفي او دكتور انور مغيث، ولكن مقصود بها الاطاحه بوجوه فاعله ووجوه تعمل من اجل صالح مصر، للاتيان بوجوه أخرى أقل كفاءة، أو مش لتحييد وزارة الثقافة ولكن لتهبيط. أنا بعتقد إن الفترة الحالية ربما تريد الحكومة أو يريد الدكتور وزير الثقافة إنه لا يجعل من وزارة الثقافة ذات شأن ما، لأن من المعروف طبعا إن الفترة التي غادر فيها الدكتور محمد عفيفي كان هناك مؤتمر مع عن الأدب والثقافة والمجتمع الأفريقي، مؤتمر كان ضخم جدا وله صوت كبير جدا. بالإضافة لذلك أن الدكتور أنور مغيث في المركز القومي للترجمة كان المركز أصدر عدة كتب مهمة جدا وأقام عدة ندوات. طبعا الدكتور أحمد مجاهد وهو يدير الهيئة منذ سنوات بعيدة وله في العمل الثقافي أكثر من 20 عاما، يعرف كيف يدير مؤسسته، واعتقد يعني ليس مجامله للدكتور احمد مجاهد اللي هو صديقي اصلا، كما ان هناك اصدقاء عديدين لهم نجاحات. الدكتور احمد مجاهد نقل الهيئه من حال الى حال. طب لو سمحت لي يا استاذ شعبان، حضرتك يعني قلت عباره كده يعني انا بتتردد الان في ذهني، انه ما يحدث في وزارة الثقافة من الوزير إنما يراد به إنه تهمش وزارة الثقافة. لا، ده في دلوقتي آراء بتقول إنه ليه يكون عندنا وزارة ثقافة. أنت شايف الآراء دي إزاي؟ ليه يكون عندنا وزارة ثقافة؟ أيوة. لا إحنا طبعا مش في طرف إن ما يكونش عندنا وزارة ثقافة. وليه يكون عندنا وزارة ثقافة؟ نعم، وليه يكون عندنا وزارة ثقافة؟ يكون عندنا وزارة ثقافة لأنك أنت دولة حتى الآن ما زالت تحتاج لوزارة الثقافة، لأن في ميزانية موجودة وفي إدارة هيكلية، ودي ونوع من الطرف. عدم وجود وزارة ثقافة بالنسبة لدولة زي مصر ده نوع من الطرف. إحنا لسنا فرنسا ولسنا أمريكا، لأن فرنسا يعني لأن أمريكا ما فيهاش وزارة ثقافة زي وزارة الثقافة المصرية، وده كلام يعني يعرفه البيروقراطيين أكثر مني وأكثر من حتى العاملين بيها. ولكن أنتم كمثقفين محتاجين وجود وزارة الثقافة. أنا طبعا بالتأكيد أنت محتاج لوزارة الثقافة، وإن أين تذهب دعومات وزارة الثقافة بالمناسبة المصرية؟ ميزانيتها أقل ميزانية في الحكومة الحالية والحكومات السابقة. أنا عايز أقول لحضرتك إن اللي عمله الدكتور عبد الواحد النبوي مثلا في البروتوكول اللي عمله مع وزارة الأوقاف، أما ده عايز أتكلم عنه بعد، بس بعد شوية اتفضل. وإنه يريد إنه يعقد ندوات في المساجد، يعني مثلا ده عملية تدين واضحة وعملية عنصرية. يعني إحنا لو حبينا نعمل دلوقتي ندوة للأستاذ إدوار الخراس أو للأستاذ نبيل جورج نعوم أو المجيد توبي أو لكل إخواتنا المسيحيين الأدباء الكبار والعظام يجي يعملوا ندوة في المسجد، فنقول لهم لا روحوا اعملوا في الكنيسة أو روحوا اعملوا في حزب التجمع أو روحوا اعملوا في أي حتة تاني. فطبعا في تدين واضح وجر رجل الثقافة إلى وزارة الأوقاف. أنا أخشى في المستقبل إن تتحول وزارة الثقافة إلى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف. طيب. ولا يعني ويراد إرضاء وزارة الأوقاف وإرضاء القادة في الأزهر الشريف على حساب وزارة الأوقاف من أجل الانتخابات القادمة، من الآخر كده على بلاطة يعني. طيب. إن عايز إن الوزارة أو الحكومة تريد أن تستثمر وترضي الطيارات السلفية. بالمناسبة أول ناس راحوا باركوا للدكتور عبد الواحد النبوي وباركوا وجوده في الوزارة وباركوا لصاحب جبل عصفور كان الحزب السلفي،
فالحكومه تريد ارضاء حزب حزب النور قصدك يعني المثقفين في الفتره القادمه. حزب النور طبعا. طب وماله عادي يروح يعني باركور يعني فيها ايه؟ لا مش ماله، ما هو ده له معنى سياسي، ان دول ان ده له معنى سياسي، لان اكيد حد تاني من احزاب تانيه راحوا باركور يعني. لا معلش انا ما وده مش انا ما اعتبرش ان الحزب حزب السلفيين اساسا حزب غير انا بالنسبه لي لا شرعيه الحزب يقوم على اساس ديني. ومعروف طيب. ان يعني علشان ما ندخلش برضه في نقاشات يعني نقاشات شرعيه، بس عموما مساله تزيين الثقافه تمام، ومساله اقامه الندوات في المساجد ده في خطوره شديده جدا بشكرك على الثقافه. شكرا استاذ شعبان يوسف الناقد ومعايا على التليفون.